خلفة زيارة السيد حمادي جبالي رئيس الحكومة المؤقتة لسكنة العوينة، أين التقى جميع الموقوفين من رموز النظام السابق، تساؤلات عدة لدى الشارع التونسي لأنها أحيطت بالكتمان ولم يصدر أي بلاغ رسمي يفيد بحيثيات هذه الزيارة. وما زاد الموضوع غموضا هو الحديث الغير مؤكد عن الإفراج عن عدد من الموقوفين، من بينهم السيد عبد الله القلال وزير الداخلية الأسبق، السيد محمد الغرياني الأمين العام لحزب التجمع المنحل، وجليلة الطرابلسي شقيقة زوجة الرئيس السابق. لتتوالى الروايات حول تدخل أطراف سياسية سعودية للدفع نحو صراح هؤلاء الموقوفين بعد زيارة رئيس الحكومة المؤقتة لهذا البلد. نتحدث الليلة حول خلفية زيارة السيد حمادي أجبالي إلى سكنة العوينة ومتطلبات العدالة الانتقالية للدفع نحو المصالحة الوطنية. مساء الخير ومرحبا بكم إلى برنامجنا على قناة نسمة بالسياسة. موضوعنا الليلة هو المصالحة الوطنية، كيف ومع من؟ ناقشوا هذا الموضوع مع السيد يوسف التكري الناطق باسم جمعية الفصل العاشر، مرحبا بك. نعيشك. إلى جانبه تحضر معنا مدام الدكتورة ليلى القلال ابنة السيد عبد الله القلال، مرحبا بك مدام لمياء. كيف إلى جانبها يكون حاضر معنا السيد محمود يعقوب المستشار القانوني لجمعية الفصل العاشر. على جهة اليمنى يكون حاضر معنا السيد هشام حجري محامي السيد محمد الغرياني، كيف يكون حاضر معنا زميلنا الصحفي والإعلامي جمال العرفاوي، مرحبا بك. وكيف يكون حاضر معنا السيد عبد الناصر العيوني، مرحبا بك. إذا نبدأ معك سي يوسف، وكما كنت نحكي وأنه فما زيارة أداها السيد حمادي جبالي رئيس الحكومة المؤقتة إلى سكنة العوينة، أعطينا المعلومات اللي عندك حول هذه الزيارة وسط نفي هذه الزيارة وتأكيد هذه الزيارة عبر وسائل الإعلام. والله نفي هذه الزيارة أنا ما سمعتش نفي، وقع تأكيدها حتى من سمعت سي سمير ديلو تحدث عليها في وسائل الإعلام وأكدها الزيارة هذه، معناتها ما فماش نفي للزيارة هذه بالكل. دوافع الزيارة وأسبابها معناتها أنا الحقيقة ما نعرفهاش، معناتها السيد اللي قام بالزيارة هو اللي نجم يعرف شنو هي الدوافع، لكن أنا نجم نتصور شنو هو الدوافع متاع الزيارة هذه. وكثر الحديث في الفترة الأخرى اللي الظروف السجنية متاع الموقوفين هذوما هي يمكن ظروف خمسة نجوم ولا شيء من هذا القبيل، معناتها ربما يمشيوا باش يتأكدوا اللي هي ظروف عادية، ظروف معناتها كما ظروف كل السجناء في تونس. يمكن الفرق الوحيد ما بين سجن العوينة وبقية السجون التونسية أنه هو السجن الوحيد اللي عدد الحراس يفوق عدد المساجين، يعني هي حراسة مشدة، حراسة معناتها كبيرة ياسر، يمكن نظرا لحساسية العباد المربوطين غادي، لكن احنا نمتثلوا للقانون السجني مثل كل عائلات السجناء ونعيشوا في نفس المعاناة اللي يعيشوا فيها عائلات جميع السجناء في تونس. مدام لمياء، هات نعرفوا بعض التفاصيل حول ظروف الإيقاف، الأكيد وأنه تزور الوالد السيد عبد الله قلال، لو كان تحكينا عموما ما هي ظروف الإيقاف؟ ظروف الإيقاف يعني من الأول وإلى توا وقت اللي هو مفتوح داخل سكنة العوينة، توا الوقت الحاضر يعني ناس يحكي نزل خمسة نجوم وهو يعني زنزانات، يعني بيوت فيهم 9 متر مربع، فما فروشات زوز فوق بعضهم، السيمان يعني القاعة سيمان حاطين فوقها زاورة، يعني ما نعرفش اللي شكون دخل اللي شافش معناتها حبس، نتخيلوا يرجع له في مخه ترجع له في مخه الصورة هذية، يعني كشبابك كصغار اللي من الفوق وشبابك قعدوا محلولين، يعني قعد ما غير بلار، يعني الناس عندهم 70 و75 سنة ويقعدوا يتنفسوا في الهواء البارد كي الصباح كيما في الليل كيما يبيتوا كيما يصبحوا عليه. يعني فما حتى شكون من مجمع التطوع وأنه يشري بلار ويركبوا، والبلار قعد قديش في الحجرة متاع التفتيش يعني في أول في دخول الثكنة، ولكن رفضوا حتى باش يركبوهم. يعني هي يظهر لك أنت يمكن سيان ديتاي، ولكن حاجة عندها قيمة بالنسبة للناس مرضى، بالنسبة للناس عمرهم 70 و75 ويشكيوا من برشا أمراض. وما أنت حبيت لكن فقط واني حبيت نقول أن هذه الظروف لربما تنسحب على ممكن غالبية السجون في تونس. صحيح. أي ما هوش نزل خمسة سجن كما سجون الأخرى. واضح. جمال، شو تنجم تضيفنا به؟ ونحن قلنا معناها في كل المناسبات قلنا بأن المنظومة القضائية القديمة غير مؤهلة لتتبع من ارتكب جرائم ولا لتتبع الجرائم، وطلبنا بمجمع قضائي متخصص